هل ضبط سلاح ابيض، هل ضبط الهاتف النقال، لان المساله لا زالت حتى حدود هذه اللحظه في اطار سريه البحث التمهيدي، وبالتالي انا كدفاع غير مخول ان اكشف لكم خبايا هذه النقاط، لانه لن تنكشف هذه الحقيقه الا باتمام اجراءات البحث، حتى لا يتم يعني اي معلومه قد تسرب بناء على تعليمات السيد وكيل الملك قد تؤثر في اجراءات البحث، وبالتالي انا احترم قرار ديال السيد وكيل الملك اللي ارجع المسطره لي يعني تماشيا مع ربما ملتمسات ديال الدفاع للوصول الى حقيقه هذا الملف.